خواتي اخواتي، السلام عليكم. معكم موسى مندغ من دبي في حلقه جديده من برنامج دبي خيرك. في حلقه اليوم راح نتلاقوا اخونا جمال الدين المعروف بجمال دي اكس بي. عنده قناه في اليوتيوب عشرات الالاف من الناس يتابعوها، خلوكم الرابط من تحت ادخلوا شوفوها. عاده يعطي نصائح ومعلومات وافكار جديده على العيش في الامارات وكيفيه الاغتراب للامارات. اليوم راح تستفادوا معنا كثيرا، تابعوا معنا. السلام عليكم خواتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. معكم دائما جمال الدين من دبي، يحييكم. حبيت ندير لكم هذا الفيديو رغبة وإجابة على الناس اللي سألوني كي نوصلوا للمطار واش نديروا، على خاطركم راني جيت للمطار، ما عندي ما ندير في المطار اليوم، ولكن حبيت نشارككم هذا الفيديو باش كل واحد يعرف روحه كي يخرج من المطار واش يدير، كيفاش يدير، واش الإجراء. موضوعنا اليوم جماعة هو موضوع حبيت نحكي عليه على الدولار ولا الأورو. الناس بزاف يسقسوني واش نجيب معايا كي نجي جاي الامارات، اسكو نجيب الدولار اسكو نجيب الاورو. واش نقول لك؟ هو احنا عندنا الحاجه اللي نقولها لك ان الدولار يفضل صلات. رجعنا لكم بعد الفيديو، راكم عرفتوا ضيف حلقتنا اليوم جمال. مرحبا بك خويا. مرحبا موسى خويا، بارك الله فيكم على الاستضافه وشكرا لكم. وفيك بركه، شرف لي. شرف لنا ايضا جمال. العديد من الناس يعرفوك عبر اليوتيوب، ولكن مشاهدين تاعي ممكن ما يعرفوكش. شكون هو جمال الدين؟ جمال الدين شاب جزائري طموح من مدينه معسكر. عندي ليسانس في المانجمنت، وواصلت الدراسه تاعي ماستر في التسويق والاقتصاد. ما شاء الله، شحال عندك وانت في الامارات؟ حوالي 5 سنين. ما شاء الله 5 سنين، الله يبارك. جمال، انا عاده نحب نسال الناس كيف اختاروا الامارات. هل ممكن تحكي لنا حكايتك انت كيف اخترت الامارات؟ والله يا اخواني، هذا كوبي. الامارات ما كانش اختيار مخطط له، وانما كانت من بين المشاريع اللي كنت دايرها للهجره. يعني كاي شاب جزائري، يعني طموحاتنا الخارج، نعيشوا خارج البلاد. ناس تروح لأوروبا، ناس تروح لأمريكا، ناس تروح لكندا، ناس تروح لدول الخليج. من بين المشاريع اللي كنت مخطط لها كانت الإمارات من بين هذه المشاريع، وسعيت فيها يعني، وكانت من أسهل مشاريع الهجرة. يعني الفيزا تاعها كانت سهلة، حتى وجيت كان عندي بعض الناس كان من الاهل تاعي، يعني اهل بعاد شويه استناوني هنا، يعني هما اللي مهدوا لي الطريق باه وصلت حتى لدبي. جمال، قلت انه الطموح تاعك كان انك تخرج، علاه وصل الخروج من الجزائر اصبح عندك انت كطموح؟ وش هل مثلا ما لقيتش وظيفه؟ هل كان عندك مشاكل مثلا في الجزائر ولا كيفاش؟ اوكي، هو الجواب على السؤال هذا المفروض انت تعرفه، وكامل الشباب الجزائري يعرف، كامل الشباب العربي يعرفوا الجواب على هذا السؤال. لانه احنا في الجزائر تقرا، بعد ما تقرا واش تدير؟ تتخرج. بعد التخرج واش تدير؟ يعني تلاقي السيرفيس ناسيونال يستنى فيك. بعد الخدمه الوطنيه واش تدير؟ تحوس على الخدمه باش تكون اسره وتكون مش عارف دير مشاريع وتدير دار وتدير هذا. واش تديرهم؟ وين تديرهم؟ كيفاش تديرهم؟ لازم لك خدمه باش تخدم. خدمه ما كانش. قدمت على وظيفه من 2007، انا تخرجت كانت عندي ليسونس في السير اقتصاد مؤسسات، تخرجت ما كانش. دارت كلش، قال لي كونكور، كنا في كل كونكور نديرو في كل صيفه نديرو 20 30 كونكور، ولا واحد جاب نتيجه. جمال، تحقق طموحك وجيت للامارات، احكي لنا البدايه كيفاش كانت. البدايه تاع المجيء الامارات كانت سهله. ناس داروا لي فيزا، شريت بي طرت الطياره الامارات. هذه هي. وكيف وصلت هنا؟ كيف حتى لقيت خدمه؟ كيف لقيت سكنه؟ كيف كي جيت هنا كانوا عندي الاهل، في بعض الاهل هنا يعني دعموني في السكن، كنت نبعد عنهم، وكنت كل يوم سيفي نروح نحوس على خدمه، ندور في شركات حتى لقيت الخدمه تاعي الاولى. الحمد لله بديت معاهم، وايطاب ايطاب يعني خطوه بخطوه. واحد بدا يعرف الامارات، بدا يعرف المناطق كيفاش تمشي، كيفاش تدور، يعني حاجه سهله ماشي. بعد سنوات من الاغتراب، حكيت لنا حكايه كيفاش كنت للجزائر، كيفاش جيت لهنا، السنوات هذو اللي صراو، نظن صراو لك كثير من الامور.
هل هذه الامور اللي خلوك تفتح قناه وتحكي للناس قوانين وسياسات وامور تساعدهم في الهجره تاعهم، ولا علاه فتحت القناه بالضبط؟ هو البدايه كانت من صفحه على اول بدايه كانت في الجروب، كان كنت ادمين في جروب تاع الجزائر والامارات، كنت انا وانت، كانوا معنا اخوه اخرين. كانت البدايه وكانوا الناس يبحثوا لنا اسئله، وبعدها قررت اني نفتح صفحه في الفيسبوك سميتها الجزائر في الامارات. من خلال هذه الصفحه ولينا نديروا منشورات على الاختراف الامارات، على كيفاش سفر الامارات وكيفاش، وبعدين ولوا يطرحوا علينا اسئله، الاسئله متكرره جدا، يعني حتى مرات يعني نفسيا هكا وتحدثك النفس الاماره بس تقول لك ما تجاوبش عليهم باسكو راهم يتكرروا بزاف. ولكن قررت اني نجاوب على الاسئله هذه في فيديوهات. فكره اي واحد يسقسني السؤال نبعث له الفيديو بدل ما نجاوبه نقعد مع ساعه ساعتين وانا فاهم فيه. انا انقذتني، انا بعد كتابي وبيخليك العديد من الاسئله، عشرات الاسئله يوميا توصلني صراحه، ضيق الوقت والعمل ما يكفينيش الوقت اني انا نرد على كل الاستجوابات. هذا الشيء خلاني نبعث لهم صراحه الطاق تاع 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 قناتك ولا تاع فيديوهاتك، لانه لقيت فيديوهاتك مبسطه بطريقه عجيبه، يعني كيف تستقر في الامارات، كيف تجيب السكن، كيف السي في، كيف تلقى خدمه، وين تسكن، واش تاكل. صراحه نشكرك جزيل الشكر على هذا. انا واحد ساعدني، انا مخيم في الامارات وسهلت لي الامور، فمن بالك ناس اخرى مثلا اللي ممكن حبه تجي من الجزائر، ناس ممكن عايشه هنا وما تعرفش قوانين، انت بسطتها لهم. انا بالنسبه لي هذا اهم شيء واحد يديره، يعني لانه انا وش راك تحكيه انت هو عصاره سنوات من التجربه والخبره. يعني انت نظن القناه، وصح لي اذا كنت غلط، القناه درتها يعني باش تحافظ على الناس الغلطات اللي صراو لك ليك انت ولا سمعت بهم صراو، ما تحبيتش صراو الناس اخرين. هل صح؟ هذا صح؟ هو هذا المراد بالقناه، انك انا لو تشوف الفيديوهات تاعي كلهم بالدارجة باللهجة الجزائرية المبسطة، يعني عندوين وعفوية، يعني تجيني في راسي تسألني واحد سؤال نروح نصور فيديو ونحطه على اليوتيوب بكامل الناس تفهمه، يكون مفهوم من طرف كل شرائح المجتمع، اللي قاري واللي مش قاري، اللي فاهم اللي مش فاهم. وحتى يعني أنا قررت الفيديوهات تكون بالدارجة وباللهجة الجزائرية من غير الكلمات الفرنسية، حتى كامل الناس يفهموهم، حتى يعني لانه الاسئله ما صارتش توصلني برك من الجزائريين، ولكن كانت صارت توصلني من اخوه من العراق، من مصر، من تونس، من المغرب، من السودان، يعني بتجيني اسئله من كل هذه الدول. فخليت يعني تعمدت نحكي بالدارجه واللهجه الجزائريه حتى نعطي صوره للدارجه وللغه تاعنا، اللهجه تاعنا، للناس الثانيين طلبوا مني نتكلم باللغه العربيه، ولكن انا رفضت، نتكلم بالدارجه تاعنا فيفهموا كامل الناس، حتى يعني نعرضها للناس الاخرين. بارك الله. والجنسيات الاخرى حتى تعرف الدارجه تاعنا، ومثلا كيما احنا بنسمعوا السوريين يتكلموا راح ما نفهموش كل الكلام تاعهم، لكن لان اللهجه تاعهم، ولكن عندهم كلمات لو نركزوا معاهم نفهموهم. صح. انا بغيت الناس الثانيه تركز مع اللهجه تاعنا بتفهمنا. هذا هو اللي شعلت بارك الله فيك. محتوى بالدارجة تاعنا. صح. وعادة أنا أدخل قناتك نشوف كل فيديو تابعتها صراحة، لقيت التعليقات من أغلب الإخوة العرب صراحة، يعني ناس من كل الجنسيات العرب يسألوك وأنت تجاوب. كيف عندك هذيك الحب الرد؟ مرات الواحد تعرف ضغط العمل في الإمارات ما يخليكش ترد على كل الناس، ممكن ناس ما تفهمش هذا الأمر، تقول لك ممكن يتكبر عليا، ممكن ما راهش حاب يرد عليا، ولكن أنت نشوفك في أغلب الأحيان ترد على ناس. كيف حتى قدرت تفرق بين مثلا حياتك الشخصية والحياة الحياة العامة هذه، أصبح الناس يعرفوك؟ لأنه أنا نشوف مش فقط آلاف، يعني في فيديوهات وصلت حتى 70,000 80,000 تقريبا، يعني هذا 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 شيء صراحة أنا بالنسبة لي فخور فيه صراحة، لأنه على الأقل حطيت بصمتك باش تنفع بها الناس. بارك الله فيك. لا هو صح الحاجة الحب الحاجة اللي خلتني ندير هاد الصوالح، يعني علاش انا درت الصفحه في الفيسبوك؟
بقى نرد على الناس، فما خليش الناس يطيحوا في نفس الغلطات اللي طحت فيهم انا او اللي طاحوا فيهم نفس الناس اللي نعرفهم. بارك الله حسن جاريه. كاين ناس كاين ناس وبعدها جد اليوتيوب. ثاني الحاجه اللي خلتني نروح ونتعب نفسي وندير فيديو في اليوتيوب وندير له جينيريك وندير له كذا وندير له كذا، هي اللي خلتني نجاوب على الناس. باسكو هو الهدف من هذا كامل انه الناس ما يتفقوش في الغلطات اللي طاحوا فيهم الناس الاخرين، فتخليني لكن نجاوب على الناس. مرات صراحه نعجز بها نجاوب لانه فيه انشغالات اخرى، انشغالات في العمل، انشغالات في العائله في العائليه وكلش، ولكن وقت الفيد وقت يعني الفراغ نرد على الاسئله. نرد على الاسئله يعني اغلب ممكن نقول 90% من الاسئله اللي تطرى عليا خط حتى وتكون الجواب تاعها في الفيديو، ولكن نجاوبهم في التعليقات كذا. تعاود بعد الفيديو. جمال بارك الله فيك. انا عندي نقطه فقط يعني باش نختموا فيها هذا اللقاء. عشرات الالاف ولا نقدر نقولوا كم وصل اكبر مشاهده في الفيديو؟ كم وصل لحقت 100,000؟ لا مش ما لحقتش 100,000 ولكن يعني 50-60,000 تقريبا هكا. يعني في فيديو هذا هو تشوف احنا كشعب جزائري او كشعب عربي من نتابعوا نتابعوا الحاجات التافهه. يعني صراحه انا عندي فيديو الشاب خالد وصل قريب 200,000، ولكن الفيديوهات التعليميه او التثقيفيه هذه او حتى يعني اللي فيها شروحات توصل يعني عدد معتبر 120,000 30,000 40,000، ولكن مش لا هو عدد ممكن اغاني لانه الناس تبعد اغاني كثيره، فممكن عجبهم الحال واحد يسمع بخالد شاب خالد جل الامارات ممكن يحب يشوف. ليست قضيه تفاهه فقط، لانه الشعب الجزائري غني عن 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 تعريف ناس مثقفه تبع 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 امور اللي راح تنفعها في حياتها. وهذه وين حبيت نوصل لك يا جمال، انه هل بالنسبه لك انت مثلا كل اللي راهم يشوفوا فيديوهاتك التثقيفيه اذا صح التعبير ناس تود الهجره للامارات، لانه انت في الطاق تاع منشوراتك نشوف كيفيه الهجره الى الامارات، كيفيه الاستقرار في الامارات، كيفيه السفر الامارات، هل هذا الامر اللي جذبهم وخلاهم يشوفوا فيديوهاتك لانهم هم ناويين يسافروا الامارات، ولا جت في طريق عجبهم جمال مثلا ولا طريقه القاء جمال اللي خلاتهم مثلا يشوفوه؟ لا هو صراحه في طريقه الالقاء يعني كاين انتقادات كثيره، ولكن يعني اغلب الناس اللي تشوف الفيديوهات يعني تشوفها لانه مهتمه في الهجره. انه يعني يجوني اسئله بزاف، يعني مش سؤال او اثنين او ثلاثه، لو تشوف التعليقات على الاسئله مرات تشوف التعليقات يعني تفوت 200 تعليق على فيديو واحد، تلاقي يعني الكم الهائل من هذو الناس يعني كلهم يفكروا في الهجره، كلهم يقولوا كيفاش نروح، كيفاش ندير الفيزا، عن من نروح، كيفاش نلقى السكن، وكون نجي ما نلقاش خدمه، كون كذا وكون كذا، يعني هذو كامل يعني تلاقيهم يسألوا، مره من المرات حتى يجي يقول لي واحد راني هنا في الامارات راني وصلت. بارك الله فيك، شحال من ميساج والله العظيم شحال من ميساج وصلني، انه ناس بزاف يكون متحاور معايا في اليوتيوب، في التعليقات في اليوتيوب، يقول لي درت كذا درت كذا انا فلان انا فلان، حتى يجيني ميساج يقول لي اخويا بارك الله فيكم صاير راني لحقت وراني درت كل تبعت كل الشروحات اللي شرحتها في اليوتيوب وراني وصلت الامارات الحمد لله وراني في المكان الفلاني، وكما قلت لي راني رحت عند فلان ولا رحت المكان الفلاني تلاقيت السكن وتلاقيت كذا وتلاقيت كذا. جمال انا 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 ذكرت احنا نتكلم من قبل شويه، انت قلت لي انه في 2007 لك تخرجت من الدراسه كان طموحك انك تهجر. الان وانت تحكي على ناس يتابعوك بالاف وتقول لي بعث لك في التعليقات، يعني كاين الاف الناس طموحهم انهم يهاجروا، يعني من 2007 2019 تقريبا 12 سنه، لماذا بقي طموح الشاب العربي الشاب الجزائري بقي ساريا على في ميزك انت علاه؟ هو السبب الاساسي والسبب الرئيسي للهجره شو هو؟ انه ما لقيتش راحتي في بلادي، لو لقيت انا راحتي في بلادي ما نخممش اني نهاجر برا. هو هذا المشكل اللي رانا فيه احنا كدوله، مش عارف انا كدوله جزائريه او كدوله عربيه، نلقوا دائما انه فيه مشاكل في السياسه تاع الحكم تاع بلادي. ما كانش عمل، حلمك انك تلاقي وظيفه وتدير دار وتتزوج وتكبر اولادك معاك، ولكن هذه كيفاش راح تديرهم؟ كون ما تتوظفش كون ما تخدمش
مش راح توصل لهذا المشكل، هل مش راح تحل هذا المشكل؟ وين الحل؟ الحل هل انه الشعب الجزائري ولا الشعب العربي كله يهاجر يغير بلاده؟ مع احترام هذا القرار، يعني انا واحد خبير هذا القرار، ولكن انا من خلال البرنامج تاعي حبيت نلتقي مع ناس جزائريين عايشين في الخارج. حتى في الحصة السابقة شفتني دائما أسأل الشخص اللي أستضيفه، هل أنت لو تتصلح أمورك في الجزائر هل ترجع ولا لا؟ أخويا موسى، السؤال في محله. هو المشكلة أنه في عوامل خلتنا نخرج من الجزائر ونخدموا في الغربة، نروح ونختار. هو لو هذه العوامل نفس اللي خلتنا نخرج من الجزائر يتم القضاء عليها من طرف السلطات بتاعنا، نرجع للجزائر. تشوف واش راك تشوف انا قدامك، لو نلاقي انا بلادي بهذا المستوى نرجع، علاش ما نرجعش؟ نستنوا ماذا بينا احنا يا بلادنا تولي كيما هاك، نرجع انا للجزائر نلقى وظيفه محترمه، نلقى الوظائف موجودين، نشتغل انايا، ان الويكاند نخرج الاهل تاعي، نلقى المرافق اللي نروح لها. هادو كامل العوامل تساعد انه الانسان يرجع لبلاده. يعني انت توالف مستوى معيشي معين، يعني لك خدام تخرج من الخدمه تاعك تروح لبيتك، من بيتك بعدين تخرج اهلك تروح للمرفق عمومي تلاقوا جاردن، تلاقوا اي حاجه حديقه تريح فيها، تلاقي حاجات كيما هاك. يعني لو لقوا هذه الحاجات اكيد راح نرجعوا لبلادنا، ونتمنوا بها بلادنا تكون كيما هاكا واحسن. ولكن متى يا اخويا جمال؟ ايش حبيت نقول لك؟ مهما يكون بلادنا ويجي نهار نولد ان شاء الله، ربي يسهل الامور. احنا نتمنى كل خير ان شاء الله، ونيران في البلاد ربي يسهل الامور، ربي يسهل امورهم ان شاء الله. كلمه اخيره اخويا جمال، واش تقول الشباب الجزائري اللي حب يخرج باي وسيله؟ انا دائما حاب نسال هذا السؤال، خاصه لما يروحوا حراقه في البابور، لما يروحوا حراقه في البوطي، لما يروحوا حراقه يدوا اهلهم. صراحة شيء مؤسف أنا بالنسبة لي، فوش رأيك أنت على الأمر؟ هو أكيد يعني شيء مؤسف، هذا الحاجة اللي تحصل في البحار، البحر الأبيض المتوسط، إنه ناس تحكم قارب وتروح ما يعرف يروح يوصل ولا ما يوصلش. هذا كل مرة نشوف فيديوهات على الناس رايحين يحرقوا أهليهم، ما يسمعوا لهم ولا شيء. هو هذا المشكل الكبير. أنا حطيت الفيديوهات بهسألها وبهننصح الناس وننصح الشباب إنه قولي به، بدل ما تفكر في الهجرة الغير شرعية في قوارب الموت، فكر في الهجرة للخليج كبديل، ولكن كون نفسك شوية في الإنجليزية، حضر شوية فلوس. تعرف أنا قالوا لي بلي راهم على قوارب الموت بتحكم بلاصة تخلص 40 مليون، زيد 5 ملايين وروح الإمارات 45 مليون، فيها فيزا، فيها تيكت، فيها مباتة 3 شهور، فيها أكل، فيها شرب مينيموم. هذا ممكن دير أفونير هنا بدولة عربية مسلمة في سخانة قاعدة بتبرع عادي. لا من حتى واحد ما نتمنى له يبات برا، ولكن يعني موفرت لنا كلش الحمد لله. فعلى هذه بدل ما تروح في قوارب الموت وانت تعرف متى توصل ما توصلش وتحرك قلب والديك عليك، خمم انك تجي الامارات معزز مكرم، كون نفسك شهرين ثلاثة انجليزية، شوف الصنعة تاعك، الدبلوم تاعك، اي حاجة. رأي شوفوا عائلات تحرك ولا با تحرق في خلاص 40 مليون انت، 40 مليون مرتك، 80 مليون مليون تجيبك تعيشك انا 3 شهور معزز مكرم. ولكن لست كل نحضر صراحه جمال ايضا، لان الناس انت تحكي للناس، الناس ممكن يظنوها خلاص ب 40 مليون تجي وتصفي حياتك. لك كاين ناس ممكن ما لقاوش عمل، كاين ناس ممكن جاوا هنايا وتعبوا. انت 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 واحد منهم، من ضمن جيت قلت لي جيت ومع درجات الجزائر وعاود ترجع، صح؟ نحاولوش نسهلوها الناس انها طريقة عادية وامر سهل وكل شيء. لا مش طريقة عادية، ولكن طريقة اسهل من قوارب الموت. بالطبع. احنا العائلة 19 واحد، رجل هو مرته ماتوا في البحر، علاش هذي؟ انا ماشي نقول لك ماشي سهلها للناس، ولكن هذا الانسان اللي راه داير انه يروح في قارب الموت ممكن يموت ممكن يوصل، علاش ما يديش الحاجة الضامنة؟ هو هذه قضية ارزاق، يعني الرزق بيد الله مهما كان، يعني ما ننسوهاش هذي مهما كان. في ناس جات ورجعت 3 شهور ما لقاوش خدمه، رجعوا قارين دكتوراه وماستر وكذا ورجعوا للبلاد. نعرف ناس ما يعرفوا ولا شيء، ما عنده حتى دبلوم، يعني هي قضيه ارزاق يا جماعه، ما عنده حتى دبلوم، جاء من اول اسبوع لقى خدمه. نعرف ناس جات من الجزائر فريشر
ما عنده حتى اكسبيرينس، ما عنده حتى حاجه، جا لقى خدمه ب 7000 من اول اسبوع. موسى خويا نعرفهم ناس شخصيا، ونعرف ناس جا 3 شهور وما وصلتش لها، يعني ما وصلوش لقاو خدمه. وكاين ناس جاو 5 سنين ما وصلوش الصلاه تاع 7000. يعني قضيه ارزاق ربي هذا قسم في الرزق. يعني واحد يسعى، الحاجه الاولى اللي نقول لك انا راك تخمم في الاغتراب، حضر لازم يكون عندك فلوس. يعني بلا فلوس ما دير والو. حتى الزوجه تكون نفسك، تكون نفسك في الانجليزيه في المجال تاعك، اذا كنت طباخ، اذا كنت محاسب، اذا كنت مهندس، لازم يكون عندك شويه فكره على الدومين تاعك. باسكو كاين ناس جايين قاريين عنده دبلوم، عنده ناس. هذا كمثال، نعطيك مثال بين قوسين موسى. في زميل ليا صاحبي كلمني قال لي المدرسه تاعنا خاصها استاذ فرنسي. بعثت له عشرات تاع السيفيات تاع الناس في الفرنسيه، وللاسف يعني داروا له انترفيو، تلاقيه لا يقول في بلاصه، لا يقول له، يعني مش متكون. في هذا مشكل، انسان راه يجي مش متكون من الجزائر، كون نفسك. كي تجي هنا وتتحط في موقف، يعني امام الموقف، كيفاش يقول له، امام الواقع راح تكون مكون، تكون عندك يعني فكرة عن المجال تاعك. ناس في المحاسبة ما تعرفش شو هي المحاسبة، يعني عيب. تجي تكون نفسك، بعد ما تجي هنايا ترتب سيفي تاعك تبدا تحوس في المجال تاعك، يعني تحدد مجالك باغي تحوس عليه فيه خدمة. مثلا انا مجال المحاسبة، فنشوف الشركات اللي طالبة المحاسبة، ونسجل نفسي في لينكدين، ونسجل نفسي في انديد وكذا، فيجوك الاوفرات تاع كل يوم الشركات اللي طالبة محاسب، صح ولا لا؟ صحيح. تجي روح زور الشركات في المقر تاعها، راه خاصكم محاسب، لقيت الاوفر تاعكم في لينكدين ولا في انديد، ها هو السي في تاعك. قضيه سهله، يعني تطلب شويه مجهود، شويه اراده برك، والاراده توصل للمنتج تاعك. ولكن في الاول والاخير نقول ارزاق بيد الله مهما كان. جمال شكرا جزيلا خويا العزيز، بارك الله فيك، استمتعنا باللقاء معك، استفدنا بالطبع مع اقتراحاتك وارائك. خوتي اخواتي ان شاء الله تكونوا استمتعتوا ايضا، ان شاء الله تكونوا استفدتوا ايضا مع جمال. نلتقي ان شاء الله قريبا في حلقه اخرى مع مبدع اخر ومع شخص اخر ان شاء الله. ربي يسهل اموركم وربي يوفقكم والسلام. شفت الناس لازلها تخدم، محطة ايدها لازلها تأمن، شد الضحكة والبسمة في الفم، ضجة البلاد تسكن، شوف الخير اللي كاين فيك، شد الدنيا بين يديك. أنا صغير ما تلومينيش، إذا زعفت عليك ما تأمنينيش.